أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل ذهب عند ساحر وعمل سحرا ثم تاب بعد ذلك، فهل عليه أن يرجع عند الساحر؟ فهل عليه أن يرجع عند الساحر ليفك السحر أم لا؟ لا يجوز له أن يذهب إلى الساحر مرة ثانية. الأولى ذهب تاب من ذلك وعرف أنه أخطأ، فلا يرجع إلى الساحر مرة ثانية يقول يفك عني السحر، لأنه إذا رجع إليه لفك السحر فقد رضي بالسحر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. لا يجوز الرجوع إلى الساحر، لكن يعالج السحر بما أباح الله جل وعلا من الأدوية ومن الرقية الشرعية والدعاء. نعم.